تامر، مين طعنك في ظهرك وحب يوقف لك برنامجك؟ تقول ولا اقول انا؟ برنامج 90 دقيقة تحب تقول؟ انت فين الاول؟ على الشاشة هنا اهو. يا شيخ الحارة صلى على النبي، انا في كل حتة. انت سمعت قال ايه ولا يقول لك تاني؟ قال لي مين اللي وقف حد يعني حاول يوقف برنامجي. يدخل ازاي بقى؟ يعني يجي يقدم؟ لا يوقفه؟ يوقفني انا يعني، مش يوقفه. فعلا؟ ليه بقى؟ ايه السبب؟ والله ما اعرف يعني، عارفه لو هيجي ياخده هفهم انه عايز ياخده. هو اعلامي؟ لا. طب انت تاكدت ازاي انه هو الشخص ده؟ عرفت ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى. اتكعبلت ربنا سبحانه وتعالى ما يبعت لك هديه في الدليل تسمع بودانك يعني، فكانت صدمه جامده. معقول؟ وده صاحبك؟ اكتر من صاحبي. عشره كام سنه؟ 15 16. طب يعني معلش يعني، طب ليه؟ طب كنت بحبه على فكره. ما اكيد يعني صاحبك بتقوله 15 سنه، بس انا عايز اعرف اكيد انت يعني عرفت ليه او توصلت ليه، يعني ليه عمل معاك كده؟ انا مش هطلب منك طلب تاني طول الحلقه، بس مش عايز اكمل يعني، بلاش اكمل السؤال ده. يلا يا شيخ الحاره اللي بعده. ما تزنش بقى في دي يا شيخ الحاره لو سمحت، عدي، لازم نحقق رغبه الضيف عشانك انت بس. ماشي يا شيخ الحاره يا قمر.